كتب قصص وحكايات في المكتبة نجمعها صور فيها وشخصيات نقرأ عنها فتفرحنا هذا موعدنا قد حان هيا نبدأ قصتنا هيا نبدأ قصتنا نا نون نا نون را رانيا نا نون را رانيا نون يعرف الأحرف في بداية الكلمات نعم أعرفها وأنتم هل تعرفون الأحرف؟ ليس كلها العم سلامة يعرف كيف يقرأ الأحرف ويكتبها ها؟ من هو العم سلامة؟ العم سلامة هو بطل قصة اليوم تعلم كيف يقرأ ويكتب أنا أريد أن أكتب وأقرأ مثل العم سلامة ستتعلم القراءة والكتابة يا نون هل نبدأ قصتنا؟ هيا هيا نبدأ القصة هيا العم سلامة رجل طيب وأمين يبيع البرتقال في السوق جميع الناس يحبون العم سلامة ويشترون منه البرتقال رانيا أحب البرتقال في السوق ينادي العم سلامة عندي البرتقال اللذيذ غني بالفيتامينات ولونه كأشعة الشمس برتقال 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 لذيذ كانت مشكلة العم سلامة هي أنه لا يقرأ ولا يكتب كان العم سلامة يحب أن يقرأ ويكتب فكر العم سلامة فاهتدى إلى فكرة جميلة ما هي هذه الفكرة يا رانيا؟ قال العم سلامة للناس من يعلمني حرفاً أعطه برتقالة الحرف مقابل برتقالة فكرة جميلة أخذ أحمد برتقالة وعلم العم سلامة كتابة الحرف أ ألف أ أ ألف وأخذت بدور برتقالة وعلمت العم سلامة كتابة الحرف ب باء 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 والولد تحسين أخذ برتقالة وعلم العم سلامة كتابة الحرف ت تاء 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 أولاد كثيرون علموا العم سلامة كل الحروف ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء وكل الحروف فرح العم سلامة فرح كثيراً لقد عرف كل الحروف كل الحروف؟ كل الحروف؟ قال عامر للعم سلامة هذه الحروف التي عرفتها هي البداية وكلام الصحف والكتب مؤلف من هذه الحروف مؤلف من هذه الحروف قال العم سلامة يا ناس أعطي برتقالتين لمن يجمع لي حرفين برتقالتين؟ برتقالتين يا رانيا؟ نعم برتقالتين علم الناس العم سلامة كيف يجمع الحرف مع الحرف وتعلم العم سلامة القراءة والكتابة وهو الآن يستطيع أن يقرأ أي كلمة أحسنت يا عم سلامة أول كلمة كتبها هي حب وأحسن كلمة كتبها هي أمانة رانيا أريد أن أكتب وأقرأ مثل العم سلامة ما رأيك لو نبدأ بكتابة اسمك؟ نون فكرة جميلة رانيا ستعلمني كتابة اسمي هيا يا رانيا نون نون